صفحات فيسبوكية تبعقلت اليوم الأحد خبراً مفاده وفاة الفنان والكوميدي عبد الرحيم التونسي الملقب بعبد الرؤوف، ما أثار استياء أسرته وأصدقائه بالوسط الفني وخارجه. نجل الفنان عبد الرؤوف المسمى حسان التونسي أكد أن والده حي يرزق، مشدداً على أن خبر وفاته لا أساس له من الصحة حسب موقع سيتانفو. وأوضح المتحدث نفسه لذات الجريدة أن الخبر نزل كالصاعقة على الأسرة، إذ بادر محبو عبد الرؤوف وأفراد أسرته على السؤال عن حالته والتأكد من خبر وفاته،